كارثة بأتم معنى الكلمة. الفيديو هذا نسحقه يوصل لكل جزائري. ضبطوا ريسانكم كيفاش توصلوه. كامل اهبطوا لتحت وخليوا لايك للفيديو. خلي لايك خويا جزائري نسحقوه يوصل للعالمية الفيديو هذا. باش تشوفوا البراتيش كيفاش راهم حابين يردوا على البحرية الجزائرية بطريقة تزيد تبين اكثر باللي هذو الناس انذال وما يحشموش. فبعد ما سمعتوا بهذيك الجريمة النكراء اللي كان ضحيتها سائح جزائري، البراتيش ما حبوش يحبسوا هنا. وكما راكم تشوفوا في العنوان تاع الفيديو هذا، تحريض مباشر على جزائرية مالكة لمطعم بمراكش. السيد هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا الفايح اللي ما يحشمش، دار فيديو قاعد يقول لهم فوالا هذه اي جزائرية وعندها مطعم ومدلهم حتى لادراس تاعها وراهي في المكان الفلاني، كي شغلها ومكانها وقتلوها. نعم يا الجزائريين شفتوا وين وصلوا البراتيش. ومن بعد يجيو جماعة يقول لك طاوة طاوة. شوفوا الفيديو. أيها الكرام، نداء عاجل جدا إلى سكان مدينة مراكش وإلى جميع المتابعين من مدينة مراكش. المسألة خطيرة جدا، يجب أن تصل للسلطات. راكم تشوفوا السيد يقول نداء عاجل ويقول خطيرة جدا، كي شغل راه يوجه نداء إلى كل مراركة. وأنا عارف الناس ديال مراكش علاش قادين، لكن هذه المسألة خطيرة ووجب تحرك سريع. هناك جزائرية في مدينة مراكش عندها مطعم، هو ده اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة، سميته ماي جايروس مراكش. حمار حمار ما تقراش كذاك يا الحابس. شوفوا شنو كاتبه، كاتبه لو فغي كباب بوليزاريو ا مراكش، تدعم مرتزقه البوليزاريو وتحرض على الارهاب، على تنفيذ عمليات ارهابيه في المغرب، بحيث انها تدعم مرتزقه البوليزاريو، بل الاكثر من ذلك تشمت في ضحايا الجريمه البشعه التي اقدم عليها نظام حاضرات الجزائر في السعيديه، تشمت في الضحايا المغاربة السياح المغاربة الذين قتلوا غدرا برصاص نظام حاضرة الجزائر في شواطئ السعودية. نعم متابعينا الكرام، هذا هو المطعم ديالها، راه هو الاسم ديالو شنو هو، العنوان ديالو باش نطلع لكم العنوان ديالو بلاتي واحد دقيقة، العنوان ديالو كاين هنا، هو هذا اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة، زنقة رحال بن حمد. راكم تشوفوا يا الجزائريين، يعني في الاول واش دار لهم؟ في الاول دار لهم كشغل عمرهم مليح 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 باش يوليو حاقدين مليح مليح مليح، ومن بعد مد لهم العنوان، قال لهم فوالا هاوليكم العنوان، روحوا ديروا واش حبيتوا ثم. شفتوا كيفاش الكلاب هادو؟ حسب المعلومات انه في جيليز، كاين في جيليز هذا المطعم، كاين في جيليز، زنقة رحال بن حمد. المغاربه بكل تاكيد في موقع التواصل الاجتماعي دايرين اللي خدمتهم قايمين بالواجب، طيحوا ليها التقييم ديالها في جوجل. بطبيعة الحال الهجمة في مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بالواجب، لكن المسألة خطيرة جدا، المسألة خطيرة جدا، يجب أن تصل للسلطات. تحرض على الإرهاب في المغرب، تدعم مرتزقة البوليزاريو، وتشمت في الضحايا المغاربة الذين قتلوا برصاص نظام حاضرة الجزائر، وراكم عارفين بطبيعة الحال هاد الجريمة البشعة. الناس ديال مدينة مراكش بلا ما نوصيكم راكم عارفين شنو خصكم ديروا. اولا هذه المسألة خصها توصل للسلطات، انا ما كنحرضش هنا، انا ما كنحرضش، هي اللي كتحرض، هي اللي كتحرض على الارهاب، هي اللي كتحرض على دعم مرتزقة البوليزاريو باش يديروا عملية ارهابية في المغرب. هو خاطيه يا الجزائريين، هو خاطيه، هو يعني دار فيديو ويقول لهم فوالا هاي بلاصتها، ارواحوا ليها وكذاها والعدوان تاعها، ها؟ ومن بعد يقول لك انا خاطيني. هذو هما البراتيش، هذه هي الصفات تاع الانسان البرتوشي، يديرها ومن بعد يقول لك لا لا انا ما درتهاش وانا خاطيني، تقول انت خائن ومطبع، يقول لك والله خاطيني، واخا واخا. بل اكثر من ذلك تشمت في الضحايا المغاربه الذين بطبيعه الحال قتلوا برصاص نظام حاضره الجزائر في جريمه السعيديه البشعه. كل المعلومات وكل التفاصيل متابعينا الكرام راه وريتها لكم، طبيعة الحال غادي ننشر جميع هذه المعلومات في البوست الخاص في القناة وفي الصفحة الرسمية ديال الفيسبوك، باش كل مغربي ومغربية يقوموا بالواجب، هذا المطعم يبات ما يصبح، ما كنقولش على انهم نجمعوا عليه ولا نديروا ليه. لا شفتوا يا جزائريين، شفتوا شفتوا مليح واش راهو يدير هذا البنادم هذا الفايح. لكن على السلطات التدخل، على السلطات التدخل، لأن هناك تحريض على الإرهاب
يصدر من صاحبة هذا المطعم، ووجب التحقيق معها، ووجب التحقيق في هذا المطعم. ما عرفناش شنو قدر تكون كدير في هذا المطعم، قدر تكون هناك عمليات لغسل الأموال في هذا المطعم هذا. نعم، شفتوا المخ الحابس تاع البرتوشي، غسل الأموال عن طريق لي ساندويتش. يا اخي حاله اللي يحب يغسل الاموال ما يغسلهمش كيما هكذا، يغسلهم بمشاريع كبيره اللي فيها معاملات ماليه ضخمه. فهمت يا الفايح؟ تعلم شوي تقرا ومن بعد كارواح دير فيديوهات. ديال نظام حضاره الجزائر وحنا ما عارفينش، وبالتالي لابد من التحقيق، ولابد من التحقيق على هاد اختنا هذه الجزائريه هذه اللي كتحرض على الارهاب، ووجب اقفال المطعم لانه تجاوز خطير جدا في المقدسات ديال الامه المغربيه والوحدة الترابية المغربية، وبطبيعة الحال التطبيل للجريمة البشعة اللي أقدم عليها نظام حضارة الجزائر في شواطئ السعودية. شفتوا يا جزائريين؟ ها شفتوا درك جماعة طوا طوا، وش راح تديروا؟ ها وين راح تحطوا وجوهكم؟ قولوا يا جماعة طوا طوا اللي راكم تجوني في التعليقات وتبدأوا تطلقوا الحلاوة تاعكم. راكم تشوفوا هذو الناس وش راهم حابين للجزائريين ولا لا؟ لا ما كفاتهمش وش صرا لهذاك السائح الجزائري، راهم حابين يزيدوا يديروا كوارث ماشي غير كارثة. دروك يزيد يخرج بفيديو واحد اخر ويقول لهم فوالا وجزائري او سائح او قاعد في البلاصة الفلانية، بعد كي يقول لهم انا ما نديرش التحريض انا خاطيني. شفتوا يا الجزائريين كارثة تاع الصح. السلام عليكم. نتائج الحملة الاعلامية ولا الحملات الاعلامية اللي يديرها المخزن على الجزائر بدأت تبان. فالبارحة قتل مواطن جزائري في مراكش. يعني السياسة اللي ينتجها المخزن لتشويه الجزائريين ولا زرع الفتنة بين الجزائريين وسكان المملكة المغربية بدأت تجيب ثمارها. الجزائري اليوم أصبح هدفا في كل دول العالم. شفنا واحد الأخ جزائري هدد في حياته في فرنسا، واليوم الجزائري الذي قتل في مراكش تناقلت وسائل الإعلام المغربية بمختلفها المكتوبة بمختلف الوسائل، تناقلت خبر مقتل الجزائري بعد مطاردة من 3 سيارات. قتل في حي الرياض المحادي لجامع الفنا. اليوم الجزائري لم يصبح آمنا في المملكة المغربية بكل صراحة. المخزن فاعل تسمى أي واحد جزائري أو يشوف الفيديو هذا وراهو في مملكة البرتوش أخرج منها، أخرج. كنت سائح ما كنتش سائح ما يهمش، اخرج اهرب. على كل شيء باش يشيطن الجزائر والجزائريين، حب يكره الشعب تاعو في الجزائر راه يدير فيها. بتصريح عبد الله بوصوف رئيس الجاليه المغربيه ولا الفيلم في الجزائر في العالم، صرح باللي كاينه 700,000 مغربي في الجزائر. 700,000 هادو ياكلوا يخدموا يشربوا وامنين في روحياتهم، واحد ما قاسهم هو يسوق لغير ذلك. يعني للاسف. المهم ربي يرحمه، ونتمنى من الاخوه الجزائريين اللي يتوجهوا للمملكه المغربيه، الا ما عندكش حاجه مجبر ديرها ما تروحش، لانه تهديدات امنيه كبيره على حياتك بحكم انك جزائري. كما شفتوا يا الجزائريين الفيديو هذا، يعني دبروا رئيسانكم كيفاش توصلوه الى الجميع، كيفاش توصلوه الى الجميع. وثاني لازم على الدوله الجزائريه تتحرك باش تحمي هذيك المواطنه التي تحمل الجنسية الجزائرية واللي فاتحة مطعم ولا ما على باليش في مملكة البرتوش. المهم يلزم تتحرك الدولة الجزائرية. هذو الناس كلاب ونتوقعوا منهم كلش، وراكم شفتوا حاقدين علينا الوحدة الدرجة كبيرة بالبزاف. يستناو أبسط الأشياء باش يخرج ويتكالب على الجزائر، لأنه ما لقى حتى غلطة في بلادنا. المهم نقولها ونزيد نعاودها، تحيا بلادي دائما وابدا. قبل ما تخرجوا خليوا اللايك تاعكم للفيديو هذا، خلي اللايك تاعك خويا جزائري ما راك خاسر والو، والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمه.